دارين محمد محاجنة، الجامعة العربية الأمريكية. اسمي وصال شويكي، جامعة الخليل، كلية الحقوق. زيد الخويس من جامعة القدس. مريم بحر، جامعة القدس. جميلة جعوان، جامعة بيرزيت. عمران التميمي، جامعة بيرزيت. حسن بن عودي، جامعة العربية الأمريكية. هند أبو غزالة، جامعة النجاح. آية شويكي، جامعة الخليل. ساندي برهم، جامعة فلسطين الأهلية. عبد الكريم كاتبي، جامعة الخليل. محمد خلاف، جامعة النجاح. يوسف سليمان، جامعة فلسطين الأهلية. معتز غيت، من جامعة فلسطين الأهلية بيت لحم. علاء مرقة، محامي متدرب. فاطمة هرماس، جامعة الخليل. سارة مهيوب، جامعة النجاح. ريم جرار، جامعة العربية الأمريكية. أنس الناتشي، جامعة الخليل. ريهان طه، جامعة بيرزيت. نزار صوفطة، جامعة العربية الأمريكية. جهين أبو كامل، جامعة القدس أبو ديس. أحمد أبو صيام، جامعة النجاح الوطنية. فينيرة حزينة، جامعة فلسطين الأهلية. وبعد مراجعة الجهاز التنفيذ تم إبلاغنا أنه لن يخلى سبيله لتوقيفه على ذمة المحافظ. إن الإجراء الذي قمتم به مخالف لنص المادة 11. بداية نود أن نرحب بكل ونشكر كل الطواقم الصحفية المتواجدة معنا هنا لدعم هذه القضية وحضوره لمساعدتنا في إيصال صوتنا. أنا ساندي برهام، المتحدث باسم مؤسسة الحق، وإلى الآن لم يتم عرض بعضهم أمام المحكمة، وكما لا يعلمون بالتهمة الموجهة إليهم، والبعض الآخر تم عرضهم أمام المحكمة ولكن كانت المحكمة محاكمة عسكرية وليست مدنية. أسباب إنه عرضت الحكومة، الناس تكتب تفاصيل لأنه في شيء قضية. توجه للسفر إلى الأردن، وعند عبوره المعبر الفلسطيني أخذ الموظف المسؤول جواز السفر لتسجيله مع لائحة المغادرين، وبدأ الموظف المسؤول بعمل الإجراءات اللازمة على الكمبيوتر، وفجأة طلب الموظف المسؤول من المواطن الانتظار قليلا، وبقي المواطن منتظرا حوالي الساعة. السلطة تعدل على هذا الإجراء. إشي نستفيد منه؟ خالدون. إحنا حكينا عن حسن السيرة والسلوك، والإشي إنه هو موضوع يعني في القانون مش كتير مطروح ومش متداول فيه. في ناس تنظلم جدا عليه، وحكينا عن إنه فيش إله نص قانوني. وبقوم على أول شيء ممكن يقوم على المحسوبية والتمييز من هذه الناحية. إذا كان انتهاك معايير الدورية للمحاكمة العادلة، يعني في ضمانات للمحاكمة العادلة للشخص المحتجز، حيث لا يجوز للنيابة العسكرية محاكمة المدنيين. قرأت إعلان نزلته سكرتارة الحقوق بجروب الفيسبوك تبع الجامعة، فرحت إنه فالدكتور المشرف على مشروع التخرج حكالي عنه وحكالي إنه سجل اسمك وهيك، وبعد هيك حكت مع الدكتورة نجاح المسؤولة إنه مين تختار الطلاب، وحكت لي إنه إحنا اخترناك مشان تطلع تمثل الجامعة في دورة الحقوق. هم بالجامعة بعطونا الحقوق بدرسونا إياه كقانون ونصوص قانون وكيف لما بدك تشتغل محامي قانوني، بس هاي الدورات بتوضح لك دراسة القانون كدراسة حقوق وكيف أنت بدك تصير قانوني حقوقي أكثر من أنك قانوني بس. بداية الدورة كانت عبارة عن 6 أيام،
نظمتها مؤسسة الحق. العنوان الرئيسي كان القانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، موضوع مهم جدا خاصة في القضية الفلسطينية. تطبيقه بعد بنفع على الشعب الفلسطيني جميعا وعلى الموقف الفلسطيني والقضية الفلسطينية قدام المجتمع الدولي. ثم انتقلنا لموضوع اللاجئين. موضوع اللاجئين موضوع هام جدا، هو من الموضوع الحاسمة في القضية الفلسطينية، لا يقل أهمية عن موضوع القدس نفسها وموضوع الحدود والمواضيع الأخرى. التفاعل ما بين الطلاب كان رائع جدا. الطلاب أتيحت لنا للطلاب ولنا الفرصة لطرح مواضيعنا اللي كنا نتساءل فيها. تم تصحيح العديد من المفاهيم المطروحة من قبل الموجودة لدى الطلاب. أسلوب المدربين كان كتير منيح، مش كلهم بس في كتير كان نسبة منيحة إنه يعطونا، مش كله تلقيني، كان في عنا تفاعل بين الطلاب، كنا نتفاعل مع بعض، نحاول نتحاور مع بعض، نتناقش. في منهم كان ما يعطي الفرصة للمناقشة، بس الأكثر كان يعطي الفرصة للمناقشة. الحلو إنه في فيديوهات كانت عم تنعرض تساعد شوي إنه تدخل فكرة العائل تبعنا، لأنه في أشياء ما بتحتاج للجمود للتحريك شوي في المخ. إجمالاً كنت كتير مبسوطة، تلقيت فيها معلومات كتير منيحة. الدورة هاي استفدت منها كتير، ما كنت أعرف أول إشي البعد السياسي في القانون الدولي إنه كيف بيطبقوه عنا في فلسطين. كان هدفي أجي هون عشان أعرف كيف بنطبقه إحنا في فلسطين وإيش هي الانتهاكات اللي بتصير علينا. كان مضمون المواد وجلسات إنه إحنا كتير المواد اكتشفناها وتعلمناها، شغلات ما كنا بنعرف خصوصي في جلسة الرصد والتوثيق، يمكن هاي أكتر جلسة بتوقع أغلب الطلاب تعلموا إنه كيف مثلا طريقة الرصد طريقة التوثيق. يعني ممكن باقي الجلسات كان في معلومات مبدئية بالنسبة لنا عنها أخذناها في الجامعات. في المرات القادمة بتأمل إنه يكون في وقت أكتر لنا، يعني بتوقع إنه في كتير شغلات تم اختصارها، يعني ممكن هي تكون برضو كتير مهمة إنه إحنا كطلاب قانون أو حقوق نعرفها. في شغلات كتير كمان بتمنى إنه مثلا يكون في أساليب أكتر، تمارين تدريبات أشياء عملية تطبيقات. بامتناع عن توقيف المدنيين بسبب عدم الاختصاص. ممكن والحبس في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون كمان هو. طيب تم لحقوق الانسان بس ما تم النظر. ممكن الشعب يصير يضغط على الرئيس بمسائل مسيرات او مظاهرات. ببين انه بحاول ابين انه الموضوع انه موقوف عند الامن المكاتبي غير قانوني، وبين يعني انه الامن اليوم وصلنا طبعا لختام الدورة. مش راح أطول كثير، بس حاب أعبر عن سعادتي بأنه اشتغلنا مع بعض طوال هاي الأيام الماضية. بتمنى أنه تكون الدورة أعطت شيء، فتحت أفق، وممكن يعني حملتكم بأسئلة اللي لما ترجعوا أنتم في النهاية تكملوا. مستقبلا إن شاء الله بعد تخرجكم كمان في متاح للمحامين المتدربين أيضا دورات أكثر عمق في هاي المواضيع. تحياتي للجميع. في البداية اسمحوا لي أن أتقدم باسمي وباسم كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بئر زيت، وكذلك أستطيع أن أتقدم باسم زملائي عمداء كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية ككل بالشكر الجزيل والامتنان العظيم لمؤسسة الحق وكل من كان وراء هذه الدورة والعمل العظيم اللي بنقدر نقول أقل ما يمكن أن يقال فيه يسهم في فعلا بناء العقلية القانونية لدى طلاب كلية الحقوق. هذا الشكر والامتنان ليس من قبيل أن مؤسسة الحق هي غريبة عن الواقع الأكاديمي والحقوقي في الواقع الفلسطيني، ولكن نحن نقول ونؤكد أن هذا الشكر للدور الذي تقوم به مؤسسة الحق، وهو ليس بشيء جديد عليها، الدور الذي يشهد له الجميع بأن هذه المؤسسة التي لا ترصد فقط الانتهاكات وإنما تعلم وتدرب الطواقم الفلسطينية سواء أساتذة أو طلاب أو مهنيين أو مختصين على ضرورة متابعة تعميق الفكر القانوني والحالات التطبيقية. انتقاداتكم اللي كانت واردة في الآخر، سواء راح نقرأها بالتقرير التقييمي اللي كتبتوه أو اللي كان شفاهة على لسانكم، كثير احنا بنعتز ونفتخر فيه، لأنه هذا هو المؤشر وهذا هو القاعدة اللي احنا بننطلق منها عشان نحسن دوراتنا في المستقبل. ومثل ما تفضل زميلي الدكتور ياسر، احنا بنحب انه يكون في على أرض الواقع
خبراء فلسطينيين في مجال القانون الدولي، انه مش فلسطين تعتمد على الخبرات الاجنبيه. عشان هيك يعني هذا يعني هاجز عندنا احنا بالحق، هاجز انه نخلق كوادر فلسطينيه الى جانب المعرفه النظريه في القانون، يكون عندهم معرفه في الجوانب التطبيقيه في القانون. وانا بقول اي بني ادم بيهتم بموضوع معين وبعطيه وقته وبيهتم فيه هو بيتحول لخبير فيه. فيش شيء اسمه يعني والله مستحيل بناء الخبره في اي موضوع كان. وأنا بتأمل وبتمنى أن يكونوا يعني خبيرات وخبراء في المجالات، وفلسطين تحتاج. وأنتم الإشي الجيد جايين من البداية، أنتم جايين على محطة ومرحلة فلسطين انضمت فيها العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية. هذه مساحة مش راح يغطيها بس واحد واثنين وعشرة ومية ومتين، أي مساحة يوميا بتنتج شيء جديد وتحديات جديدة. فأنتم بإمكانكم تكونوا جزء من حالة التحدي، وبكرة الأشخاص فعلا اللي فلسطين المجتمع والدولة المنشودة وكل هاي الأمور تحط رهان كبير عليكم في هذا المجال. فهي مهمة لكم من ناحية حتى العملية كفرصة عمل لاحقا، كناس معنية وعندها طموح إنها تبني حالها وفي نفس الوقت تعطي بلدها ووطنها في أكثر من مساحة وأكثر من مجال.